الرحمن الرحيم. التوبكس بقى اللي هناخدها النهارده باذن الله الـ AIGRP، ازاي اشغله على الفيرم ريلي، ده توبك كمان ازاي اشغل الاوثنتيكيشن على الـ AIGRP، وبعد كده شويه ميسلينيس توبكس، طبعا توبكس كده متفرقه نوتس. طبعا احمد بيسمع الكلام ده، بيسمع كلمه نوتس او هنس دي بيترعب، صح؟ يلا نقوم الشبكه دي. جاست بس ان انا كده قومت الشبكه، وصلت هنا فريم ريلي سويتش، حطيت اي بيهات على الراوترز في شبكه عشرات، انكابسوليشن فريم ريلي نو شوت داون، حطيت اي بيهات لوب باك عشان اتست عليها، بس ما عملتش اكتر من كده. الانترفيس اي بي انكابسوليشن، تمام، نو شوت داون، لوب باك، واديت له اي بي، ما عملتش اكتر من كده. تمام، نتعلم بقى دلوقتي ازاي ان انا اشغل الاي او جي ار بي. عايز اشغل اي او جي ار بي، يبقى هقول له ايه؟ راوتر اي جي ار بي، انا هشتغل دلوقتي كلاسيك، يبقى هديله اسم ولا رقم؟ رقم، تمام. طب نقرا برضو كده الاول، اللي يكون طالب مني اوبجكتيف معين، كونفيجر اي جي ار بي يوزك اوتونوماس سيستم 24، يبقى هكتب له هنا 24. محتاج اقول له نو اوتو سامري؟ لا، الاوتو سامرايزيشن ابتداء من فيرجن 15 ديسيبلد باي ديفولت. وبعد كده اقول له نتورك، الصح ان انا اقول له ايه؟ 1111 اللي الوايلد كارد كله صفر، يبقى ده معناه هشغله بس على الانترفيس وحيد. تمام، انا كده شغاله مور سبيسيفيك. وبعد كده اكرر نفس الكلام واقول له شغله لي على 10001 اللي الوايلد كارد كله صفر. طب بصوا، ده عشان احنا في اللاب مش اكتر، وعشان الحاجات دي احنا خلاص فهمناها وبقت ميه بالنسبه لنا، انا شغله كده دلوقتي استسهال مش اكتر. يبقى ده معناه ايه؟ هيشغله لي على كل الانترفيس، تمام. وطالما اشتغل على انترفيس معين، يبقى ده معناه ايه؟ راوتر اي او جي ار بي كم؟ 25 ولا 90؟ 25. نتورك كل ار 3، راوتر اي او جي ار بي 25، نتورك كل. واضحه كده؟ طبعا طلع لي هنا نيو ادجسنسي، وطلع عند ار 2 سيس لوج نيو ادجسنسي، طلع عند ار 1 2 نيو ادجسنسي. ايه ده؟ شو اي بي اي او جي ار بي نيبورز، انتر، لقيت 2 نيبور 10002 اللي هو ار 2، ولقيت 10003. طب بصوا كده على التايمرز، لا مش حاجات زي بعض، ما اقصدش هي صدفة زي بعض، اهي بدأت تتغير اهي، تمام، السطور تحت بعضيها، صح؟ لا ما اقصدش كده، اقصد دلوقتي ان الشبكة دي نوعها ايه؟ فريم ريلي، شبكات ال NVMe، يعني الهيلو بتتبعت كل 60، يبقى الهولت 180، فالقيمة دي فعلا المفروض تفضل تقل لغاية كام؟ لغاية 120، وبعد كده تترس 60. واضح؟ ما هو من 180 لغايه 120 عدى كام ثانيه؟ 60، يبقى المفروض تكون جت لي هنا، تمام كده. الفكره دلوقتي ان ار 2 وار 3 لو جيت اقول له شو اي بي راوت، شو اي بي سوري اي او جي ار بي نيبرز، لقيت ار 1 بس كنيبر ليا، ومش هشوف ار 3 اساسا، كده كده مش هشوف ار 3. ليه؟ لان احنا كنا قلنا في كل الراوتنج بروتوكولز اللي هي الاي جي بي او اس بي اف اي اي جي ار بي، كل الراوتنج بروتوكولز اللي من الكاتيجوري بتاع الاي جي بي عشان اساسا يبقوا نيبرز ماست ان هم يكونوا دايركت كونكتد. هو ار 2 وار 3 في التوبولوجي ده دايركت كونكتد؟ لا، دايركت كونكتد معناها ايه؟ متوصلين ببعض. البرانش ده حاسس ان هو متوصل بمين؟ بالراوتر ده، والبرانش ده حاسس ان هو متوصل بالراوتر ده، انما برانش 1 وبرانش 2 مش متوصلين ببعض. باي ذا واي، ده ار 1، ده ار 2، ده ار 3، تمام. طب تعالوا نشوف بقى كده الراوتنج تيبل، يبقى الحته بتاعت ان الاثنين يبقوا نيبرز كده احنا اقتنعنا بيها. نشوف بقى الراوتنج تيبل، شو اي بي راوت، شفت الاثنينات، شفت الثلاثات، وبالتالي المفروض ان الشبكه بتاعتي تبقى بينجبل، الشبكه بتاعتي بينجبل. لو جيت هنا على ار 2 شو اي بي راوت، ده انا شفت ايه؟ الوحيد بس، ايه اللي ناقصني؟ ايه اللي ناقصني؟ اركن الموبايل بدل ما اقوم لك، ايه اللي ناقصني؟
ناقصني التلاتات. ايه المشكله في التوبولوجي اللي قدامي ده مخلي ار 2 مش قادر يشوف التلاتات، ولو رحت على ار 3 مش هيشوف الاتنينات. عشان ايه؟ ماشي انا مش عايزه بي في سي، انا اساسا شغاله هبل سبوك. ما انت قلت لك قبل كده مش عشان تحل مشاكلك انت يعني تدفع الكاستمر فلوس زياده. ما هو ار 2 وار 3 انا مقتنعه فعلا ان هم مش هيشوفوا بعض كنيبرز، لكن كل واحد عنده شبكات المفروض يزحل التاني. ستاتيك راوت ديفولت راوت. انا مش عايزه اعمل كده، انا اساسا مش عارف. طب ما انا كنت شغاله كلها ستاتيك بقى ورايح دماغي. انا شغاله اي اي جي ار بي، انا عايزه ار 2 يشوف التلاتات وار 3 يشوف الاتنين. شباب مش ده زي الريب شغال بالسليت رايزون؟ مش الاي اي جي ار بي نفس المشكله اللي كانت موجوده في الريب مشكله السليت رايزون؟ يبقى اعمل ايه؟ اعمل ديسيبل للسليت رايزون. ايوه ما قلتش ايه؟ ليه؟ لا ما هو السبليت والرايزن احنا كنا قلنا في حاله الريب هم عاملينه اصلا عشان يمنع اللوب، تمام؟ انما في الاي اي جي ار بي السبليت والرايزن شغال. مش هقول لا، انا هقول لك دلوقتي وظيفته ايه، بس السبليت والرايزن مش هو اللي وظيفته يمنع عندي اللوب. عندي فيتشر اكتر من رائع هو اللي بيمنع اللوب، اللي هو مين؟ الفيزابيلتي كونديشن. صح، الفيزابيلتي كونديشن هو ده اللي بيمنع اللوب. مالك؟ تمام. طب انا دلوقتي السبليت رايزون هنا شغال، وبالتالي ار 2 انيبلد يعني ار 2 وهو بيذيع الابديت هيزحل الهيد كوارتر. الهيد كوارتر مش هيرجعها تاني لار 3 لانه حاسس انه بياخد ابديت من انترفيس يرجعه على نفس الانترفيس، تمام؟ يبقى مشكلتي تاني هنا في ايه؟ على ار 1 ان السبليت رايزون حالته انيبلد. عشان اتاكد عندي امر اسمه شو اي بي اي اي جي ار بي انترفيس ديتيل. لو قلت له انتر الامر ده اكتر من رائع، هنرجع له كمان شويه باذن الله. الفكره دلوقتي اللي انا عايزه ادور عليه فين 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 سبليت رايزون؟ مش شايفاه. سبليت رايزون از انيبلد، يبقى انا محتاجه اعمل لها ايه؟ ديسيبل. هنزل تحت الانترفيس اللي بيذيع الابديت واقول له نو اي بي سبليت رايزون. لو انا ضغطت انتر انا كده بالظبط كده هقول له اي اي جي ار بي مسافه رقم الاوتونومس سيستم نمبر بتاعي اللي هو كام؟ 90 25. تمام. طبعا اتفقنا ان الانترفيس بيتعمل له ريسنكرونايزيشن او النيبر بيتعمل له ريسنكرونايزيشن. ده معناه ان النيبر داون؟ لا، بدليل ان انا لو قلت له هنا شو اي بي اي اي جي ار بي نيبر، لا لازال الاب تايم ما ترستش. شايفاه بقى لي 6 دقائق وما اعرفش كام ثانيه. الفكره بقى ان انا لو جيت دلوقتي عند ار 2 وقلت له شو اي بي راوت شفت التلاتات ولا لا؟ ها شفت التلاتات ولا لا يا شباب؟ صح. طب تعالى بنك كده عليها. اوبس مش بتديني ريبلاي ليه؟ مفيش دلسي ما بيني وما بين مش بي في سي. في فرق يا اسامه ما بين بي في سي ودلسي، تمام؟ بي في سي انت كده هتكريت لي بي في سي اصلا ما بين ار 2 وار 3 الترافيك يعدي ما بينهم دايركت. لكن الفكره دلوقتي فعلا لو انا قلت له هنا شو فريم ريلي ماب، انا فعلا دلوقتي عندي في الدلسي تيبل او في الماب تيبل شايفه مين؟ 10 0 0 1. انا مش شايفه 10 0 0 3. صح. طب احل المشكله دي ازاي؟ اعمل ستاتيك مابنج ما بين ار 2 وار 3. طب انا مش عايز اعمل ستاتيك مابنج ما بين ار 2 وار 3، انا اصلا ايه اللي يخليني عايزه اروح لار 3؟ انا بالظبط كده. يبقى اعمل ايه؟ لما اجي ابنج اقول له ايه؟ طلع بالظبط الشطاره دي، طلع لي الداتا كاني طالع من اللوب باك اللي وراه، وده اللي يهمني ان اللينات اصلا هي اللي تشوف بعضيها. انا ايه لازمتها بالنسبه لي اصلا ان الانترفيس ده يشوف الانترفيس ده؟ هعمل بيه ايه؟ صح؟ انا اللي يهمني ان اللينز اللي ورا ار 2 هي اللي توصل لللينز اللي ورا ار 3، تمام؟ وباكد تاني لو انتوا كنتوا عايزين ان انتوا تبنجوا ما بينهم المفروض ان انت تعمل ستاتيك مابنج، تمام؟ كتاكيد لو قلت له هنا ديباج اي بي باكيت عشان اعرف المشكله في ايه، لو قلت له بنج مسافه 10 0 0 3
طلع فعلا المشكله اللي انا كنت متوقعه ولا لا. الانكابسوليشن فيل مش قادر مش عارف ده عشان يوصل ل 10.003 يعمل انكابسوليشن للداتا بتاعته جوه انهي دلسي، مش قادر يفهم. تمام انتي بوك خلاص. هي انا نفسي في حاجه غريبه جدا انا باخد بالي منها، شو اي بي راوت. لو جيت اركز على الاي اي جي ار بي عشان اوصل للتلاتات ده المفروض ان انا اصلا هروح ل 10.001، معنى كده ان هو غير النكست هوب. بس في الاو اس بي اف اسكيه في الحته دي، هنا في الاي اي جي ار بي لا مش سمارت كفايه، هو مغير النكست هوب ورغم كده انا مش قادره اوصل. تمام كده، حد وقع مني كده في حاجه؟ طيب انا لسه بقول لكم ان انا لو عملت ديسيبل للسبليت رايزن في حاله الريب انا ببقى مقلقه ان ممكن يحصل عندي سويتشنج راوتنج لوب. انما في حاله الاي اي جي ار بي هقلق من حاجه؟ لا مش فارق معايا. امال هم ليه مشغلين الفيتشر بتاع السبليت رايزن في حاله الاي اي جي ار بي؟ مش سؤال منطقي برضه؟ تاني السبليت رايزن وظيفته ايه في حاله الريب؟ بيمنع عندي اللوب. انما في حاله الاي اي جي ار بي انا عندي فيتشر اكتر من رائع هو اللي بيمنع اللوب اللي هو مين؟ الفيزابيلتي كونديشن. بدليل ان في الاي او جي ار بي انا بعمل ديسيبل للسبليت رايزن وانا حاطه رجل على رجل ولا فرق معايا ولا مقلقه من حاجه خالص. تمام، امال ليه مشغلينه انيبلد باي ديفولت؟ ليه ما عملوش السبليت رايزن ديسيبل وخلاص ويريحوني انا؟ مش سؤال منطقي؟ تمام، كل اللي فيها تعالوا كده نرسم نكبر الشبكه بتاعتي شويه. افرض دلوقتي ان ار 2 سميهم بس كده تاني، ده ار 1 ده ار 2 ده ار 3 ده. افرض دلوقتي ان ار 2 وراه راوترز تانية، سي هنا وراه ار 4 ومتوصلين ببعض، وار 4 سي مثلا هفترض ان عليه لوب باك ولا حاجه. تمام، دلوقتي ار 4 هيبعت الابديت لمين؟ لار 2. ار 2 هيعمل فيه ايه؟ هيبعت الابديت ده لمين؟ لار 1. انا عامله ديسيبل او خلاص يعني وقفت السبليت رايزن هنا، فده هيبعت الابديت كده تاني، هيوصل كوبي كده وهتوصل كوبي هنا تاني. في الرب انا كنت مقلقه من الكوبي دي، انما في الاي جي ار بي قلنا الفيزابيلتي كونديشن الطريق اللي جاي لي من ار 1 يستحيل هيعمل له انستليشن جوه التوبولوجي تيبل. بس الفكره تاني ان انا عندي كده دوبليكيت تو كوبيز من الداتا دي جوه التوبولوجي تيبل. عندي ايه؟ الداتابيز اللي جايه لي من ار 4 دي جات لي مره من ار 4 وجات لي هي منين؟ من ار 1. مش هتتسبب عندي في راوتنج لوب لان تاني الفيزابيلتي كونديشن يستحيل يحط لها قيمه اصلا جوه راوتنج تيبل. تمام، بس الفكره تاني ان انا عندي كده تو كوبيز من الداتابيز دي موجوده عندي جوه التوبولوجي تيبل وده هيكبر حجمه. تعالوا نشوف كده نجرب الكلام ده. لو جيت كده نكبر الشبكه بتاعتي شويه هوصل هنا راوتر كمان، اي انترفيس مثلا فاست زيرو مثلا. لو انت وقفت تقصد الفيزابيلتي كونديشن طالما الادفرتايزد، ما هو معنى ان انا بعتها لار 1 ورد عليا اكيد كده ار 1 بصورها لك انا تاني، ار 1 شايف ار 4 اكيد بطريق اطول صح؟ فاكر لما كنا قلنا الفيزابيلتي كونديشن معناه ايه؟ ان الريبورتد او الادفرتايز ديستانس ماست ان هو يكون اقل من مش اقل من او يساوي قيمه الفيزابل ديستانس اللي انا حاسبها لنفسي، فار 1 ابعد اكيد شايف ار 4 بطريق اطول بقيمه اعلى صح؟ فيستحيل الداتا بيز اللي جايه لي من ار 1 عشان يوصل لار 4 تكون اقل من قيمه المترك اللي انا حاسباه لنفسي يعني انا كار 2 عشان اوصل لار 4، يبقى القيمه دي يستحيل هيتوافق عليها تتحط جوه التوبولوجي تيبل. اصبر بقى عليا، ما انا كنت مستنيه حد يسالني فعلا بالحته دي، اصبر عليا دقيقتين بالظبط هقوم اللاب واوريك اوبشن ساعتها بيوريني كل اللي موجود جوه التوبولوجي تيبل سواء بيميت الفيزابيلتي كونديشن او دازنت ميت الفيزابيلتي كونديشن. تمام، لو جيت هنا على ار 4 بس الاول كده ده ار كام؟ ار 2، نوصل هنا مثلا سي شبكه 192 168 دوت 0 دوت 0 اوفر 24 مثلا. انترفيس فاست زيرو على زيرو. انترفيس فاست زيرو على زيرو. اي بي ادرس 192.168.0.2
محتاجة اشغله في الاي جي ار بي؟ لا احنا كده كده مشغلينه على كل. هاجي على ار 4 فاست 0 على 0 اي بي ادرس انترفيس لوب باك 4 مثلا اي بي ادرس تمام. راوتر اي اي جي ار بي الاوتونوماس سيستم نمبر بتاعي كام والنتورك اللي انا عايزه اشغلها تمام كده. لو جيت دلوقتي على ار 1 احنا متفقين ان انا اصلا عامله ديسيبل للسبيت هورايزن صح؟ يبقى ار 2 لو جيت هنا قلت له شو اي بي توبولوجي اي اي جي ار بي توبولوجي عشان اشوف شبكه الاربعات عندي كام سكسسور فيا مين؟ وان سكسسور بس اللي هو فيا 192 دي 4 انا متاكده ان ار واحد هو كمان بيزع لي كوبي تمام. في عندي اوبشن لو انا استخدمت هنا اوبشن اسمه ال اول لينكس اوبشن هنا اسمه ايه اول لينكس الاوبشن ده هيصير لي كل اللي بيميت الفيزابيليتي كونديشن واللي دازنت ميت الفيزابيليتي كونديشن. يعني بص لو قلت له هنا اول لينكس عشان اوصل للاربعات جات لي اتنين كوبي من الداتا واحده عن طريق ار 4 واحده عن طريق ار 1 تمام. طب ليه الطريق التاني ده ما تحطش في التوبولوجي تيبل الاصلي؟ لانه قيمه الادفيرتايزد اكبر من قيمه المترك اللي انا حاسباه لنفسي عشان اوصل للشبكه دي. فهمت كده يا احمد؟ تمام. يبقى تاني حته ان انا اعمل ديس ايبل للسبليت هورايزون ده مش هيفرق معايا في الاي او جي ار بي، يفرق معايا فين؟ في الريب. حد وقع مني كده في الجزء ده في حاجه شباب؟ تمام. يعني هو دلوقتي هي عندها طريقتين بس الطرق معتمده على مش حكايه الاسرع. هي يا بص التوبولوجي تيبل من غير الاوبشن بتاع اول لينكس دول اللي كانديديت ان هم يتحطوا اصلا في الراوتنج تيبل، دول اللي مؤهلين ان هم يتحطوا في الراوتنج تيبل. انما لو انا استخدمت معايا الاوبشن بتاع اول لينكس ده بيبقى جواه كل الراوتس سواء اللي بتميت الفيزابيليتي كونديشن اللي عندها استعداد اللي الراوتر عنده استعداد يعمل لها انستليشن جوه الراوتنج تيبل او الطرق الثانيه اللي الراوتر يستحيل يعمل لها انستليشن جوه الراوتنج تيبل. بالظبط. وضحت كده؟ نقرا بقى هنا تاني كده مطلوب ايه؟ Configure EIGRB using autonomous system 24-25 All the networks should be announced via EIGRB and should be reachable from all routers. احنا لغاية دلوقتي ده كله طبقناه. Don't change the frame relay configuration or IP addressing to accomplish this. حاضر. Configure the headquarter router. انت عارف دي معناها ايه يا أسامة؟ الجملة دي معناها ايه؟ يعني مثلا لو انت في امتحان CCIE مثلا اول ما تشوف الجمله دي اوعى تفكر تعمل بي في سي ما بين ار 2 وار 3. ما هو قال لك اوعى تلعب لي في جمل الفريم ريلي واوعى تلعب لي في الاي بي هات. ما انت لو كريت بي في سي ما بينهم هتبدا ان انت تظبط اي بي هات جديده وكونفيجريشن فريم ريلي جديده تمام. طيب configure the headquarter router to utilize up to 30% more of the allocated serial interface bandwidth than EIGRB default configuration. ايه ده؟ احنا كنا قلنا قبل كده ان اي ترافيك في الدنيا بيتنقل عندي في الشبكه في نوعين كنترول بلين وداتا بلين. عندي ايه يا شباب؟ كنترول بلين والتاني داتا بلين. حد يفكرني كده ايه الفرق ما بينهم؟ كنترول تي تي ال واحد. ماشي ما ماليش دعوه بتي تي ال ما اقصدش بالظبط. ها كنترول بلين ده فعلا الابديت اللي بيتنقل ما بين الراوترز. لو الابديت اتنقل صح الراوتنج تيبل هيتبني وطالما الراوتنج تيبل اتبنى الداتا هتقدر تتبعت تمام. الاي اي جي ار بي باي ديفولت بيستخدم 50% من الباند ويدث اللي الوكيتد تحت الانترفيس علشان الكنترول بلين. تاني الاي اي جي ار بي بيستهلك كام في المية؟ 50% باي ديفولت من الباند ويدث اللي تحت الانترفيس الوكيتد لمين؟ للكنترول بلين. طب سين انا عايز اغير ده هو طالبه مني اعمله على مين؟ ذا هيد كوارتر اوفيس قايل لي هنا بدل ما تستخدمي 50% زوديهم 30% كمان. يعني عايز كام؟ 80%. ايه ده وانا ان شاء الله هيتبقى لي 20% من الـ من الـ من الباندويث بتاعي للداتا والباقي كله متاخد للكنترول بلين. لا احنا قلنا قبل كده ان الباندويث ده قيمه كونفيجرابل مش بتعبر عن الانترفيس الحقيقي او مش بتعبر عن السرعه الحقيقيه
صح؟ ليه تاني؟ ليه مش بيعبر عن الصورة الحقيقية؟ الباندويث ده قيمة كل وظيفتها في الحياة بنستخدمه علشان احسب المترك في الاو اس بي اف والاي او جي ار بي والكواليتي اوف سيرفيس، بحتاجه في الحاجات دي. انما لو كان الراوتر بيبص على القيم الحقيقية كانت هبل. تمام؟ هو على فكرة القيمة اللود اللي كنت قلتها لكم هو مش بيبص على القيمة في الريل تايم فعلا، هو بيبص عليها 10 ثواني، كل 10 ثواني يبص عليها. بس برضو كون ان الراوتر يحس بتغيير كل 10 ثواني، و10 ثواني كونفيجرابل برضو ممكن اغيرها. تمام؟ وكده كده مش ريكومندد زي ما اتفقنا ان انا احطها اصلا في المعادله بتاعه الاي او جي ار بي. فانا هاجي هنا على الهيد كوارتر اوفيس تحت الانترفيس اس 1 اوفر 1 ده الانترفيس السريال، واقول له ايه اي بي لا هو انا بقى عايزه اوصل لكم حاجه معينه. فاكرين عشان ده تمهيد للسكشن اللي انا هشرحه بعد كده باذن الله. تمام؟ فاكرين امر او اس بي اف؟ الامر اللي تحت الانترفيس بتاعت الاو اس بي اف كانت كلها متجمعه اي بي او اس بي اف واستخدم الهيل بيجيب لي كله. فلو انا ناسي اوبشن اي بي او اس بي اف وهي الليسته دي اللي قدامي. انما غباء الاي او جي ار بي بقى اي بي، لو انا مش فاكره الاوبشن واستخدمت هنا الهيلب انسى بقى يا باشا، دي صفحه 2 3 انسى بقى. الامر اللي انا انترستد فيه دلوقتي باندويث بيرسن، الامر اللي انا انترستد فيه يا شباب باندويث بيرسن. فهمت انا اقصد ايه يا احمد؟ ان للاسف الاي او جي ار بي الكلاسيك اللي انا شغال عليه النهارده ده، تمام، لو انت نسيت الامر هتوه. عشان كده ده تمهيد للتوبيك اللي هنشرحه باذن الله نيمد اي او جي ار بي. لا ظبط لك العمليه كويس قوي، ويعني هي لسته من الهيلب هتدور فيها هتلاقي اللي انت عايزه. وكل الكونفيجريشن بقت تحت الانترفيس، كل الكونفيجريشن كل الكونفيجريشن بقت تحت البروسيس، مفيش حاجه تحت الانترفيس. تمام؟ فهتلاقوه سهل جدا 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 ومنظم جدا مقارنه بمين؟ بالكلاسيك اي او جي ار بي. تمام؟ فانا هقول له هنا اي بي باندويث، انا عايزه اشغل الباندويث بيرسنت على الاي او جي ار بي اللي البروسيس نمبر بتاعتها 25. واو ده البرسنتج انا كنت متوقعه ان كبيره مثلا يقول لي 100%، صح؟ ايه الرقم الضخم ده؟ ما احنا لسه قايلين ده مش بيعبر عن الباندويث الحقيقي. يعني لو قلت له 200% وكان مثلا الباندويث بتاعي 1.54 لكن السرعه الحقيقيه انا شاريه سرعه 10 ميجا، صح؟ يبقى هاخد قد ايه؟ 3 ميجا للكنترول بلين، يتبقى عندي 7 ميجا للداتا بلين. وضحت كده؟ هو طالبها مني هنا بقى في السؤال ايه؟ 80 لا هو طالبها زياده، اقراها تاني كده يا اسامه، هو طالبها ايه؟ زياده 30%. وضحت؟ تمام. التوبيك اللي بعدي enable authentication between all EIGRP routers. You should use two authentication keys. طيب قبل بقى ما اشرح الاوبجكتيف ده او نطبق الاوبجكتيف ده، تعالوا بس كده الاول نراجع على الاوثنتيكيشن بتاع الاي او جي ار بي، مراجعه وبعد كده نطبق الاوبجكتيف. هاجي مثلا هنا في الشبكه دي هطبق نراجع على الاوثنتيكيشن ما بين ار 2 وار 4. الاي او جي ار بي بيسبورت كام نوع من انواع الاوثنتيكيشن؟ الكلاسيك بيسبورت نوع واحد اللي هو الام دي 5. الريب كان بيسبورت ايه؟ كلير تكست وام دي 5. انما الاي او جي ار بي الكلاسيك بيسبورت ام دي 5. النيمد اي او جي ار بي بيسبورت ام دي 5 والاقوى ها اس اتش اي، بيسبورت الاثنين الام دي 5 والاقوى اس اتش اي. واضحه؟ فاحنا دلوقتي نظرا لان احنا لسه بنشرح في الكلاسيك اي او جي ار بي هنشرح بالظبط. تمام؟ فهاجي هنا ما بين ار 2 وما بين ار 3 هاجي ما بينهم كده واطبق الاوثنتيكيشن. الاوثنتيكيشن بتاعهم نسخه طبق الاصل من الاوثنتيكيشن بتاع الريب. طب الريب كنت بعمل فيه ايه؟ كنت بكري سلسله مفاتيح، صح؟ وبدي كل مفتاح رقم والرقم ده هيشتغل من كذا لكذا. تعالوا نعمل الكلام ده كده تي تشين سي مثلا هسميها سيتا. تمام؟ رقم المفتاح مثلا 1 تي تشين سيتا. ثانية واحدة بس افكر هعملها ازاي. ده هيبقى عنده كي رقم 2 والكي سترينج سي مثلا سي سي ان. تمام؟ وبعد كده
هنزل تحت الانترفيس اللي بيذيع الابديت اللي هو في حالتي مين اف 0 اوفر 0 واقول له اي بي. المشكله وقعت تاني في نفس المشكله، لو انا ناسيه الاوبشن ما عنديش حاجه اسمها اي بي اي جي ار بي، تمام؟ فلازم تكون فاكر الاوبشنز كلها. فهقول له اي بي اوثنتيكيشن، انا عايزه اشغل الكيتشين الاول اللي تابع الاي اي جي ار بي. شايفين السنتكس غبي ازاي؟ جايب لك كلمه اي اي جي ار بي بتطوحها ازاي؟ اللي البروسيس نمبر بتاعتها 25، اسم البروسيس او اسم الكيتشين بتاعتي سيتا. ومره تانية هقول له المود بتاع الاي اي جي ار بي اللي البروسيس نمبر بتاعتي 25 ام دي 5. طب ثانيه واحده، انت ما بتصبرتش غير الام دي 5، ليه مصر ان انا اكتبها لك في امر؟ واخدين بالكم من كل الدروباكس او مش درو يعني كل المشاكل اللي موجوده في الكلاسيك اي او جي ار بي؟ شويه بجد افكار عقيمه. فعشان كده كل ده اتصلح فين؟ في النيم اي او جي ار بي. تعالوا نعمل نفس الكلام على ار 4 كي شين، وادي له اي اسم مش فارق معايا. احنا اتفقنا ان الاسم ده لوكالي سيجنيفيكانت مش هيفرق معايا، بس عشان لما انزل تحت الانترفيس افتكر انا كنت عامله الكي بتاع او تحت الانترفيس اقول له طبق لي السلسله اللي اسمها كذا، وهدي له كي واحد الكي سترنج بتاعتي سي سي ان اي. تمام كده يا شباب؟ لا انا عامله حاجه غلط. ادي له ايه؟ ها؟ ايه الغلطه؟ رقم كي مختلف. احنا اتفقنا قبل كده ان التو راوترز اصلا عشان يشتغلوا مع بعض في الاوثنتيكيشن طالما هشتغل بالام دي 5 مصر رقم كي يبقى واحد. طب تعالى اصلح الغلطه اللي انا عاملاها. هدي له كي 2 كي سترينج سي سي ان اي. طبعا احنا اخذنا بقى حته ان انا ممكن اكتب له مسافه او مش مسافه دي، تمام؟ انتر. وبعد كده انزل تحت الانترفيس اللي هو فاست 0 على 0 واقول له اي بي اوثنتيكيشن، تمام؟ الكيتشن بتاعتي اللي خاصه ببروتوكول اي او جي ار بي اللي البروسيس نمبر بتاعته كذا اسمها سيسكو، وعندي كمان المود بتاع الاي او جي ار بي 25. انا هشتغل ام دي 5 كده. المفروض الدنيا ظبطت ولا لا؟ نيبر نيو ادجسنسي. لو رحت على ار 2 ايه ده؟ نيبر داون اوثنتيكيشن تشين. ايه ده بقى؟ شو اي بي اي جي ار بي نيبر؟ لا نيبر. طب وار 4 شو اي بي اي جي ار بي نيبر؟ ركزوا كده ركزوا كده، في حاجة هنا انديكيتور ان انا عندي مشكلة. الشاشة اللي قدامكم دي فيها انديكيتور ان انا عندي مشكلة كبيرة. ها في مشكلة جامدة قوي. كيو كاونتر لا مش ثابت. واضح؟ مش احنا قلنا ان الكيو كاونتر ده المفروض باستمرار عشان نعرف ان الشبكه بتاعتي كونفرجت وتمام وما فيهاش مشكله المفروض دايما يكون بزيرو؟ ده ايه؟ عدد الاي او جي ار بي باكتس اللي مترتبه جوه الكيو وعايزه تلاقي فرصتها ان هي تطلع، مش لاقيه فرصتها. ده ايه ده بقى؟ نيبر داون ادجسنسي ريتراي ليميت اكسيد. لا لايه بالظبط كده؟ ايه اللي حصل هنا معايا كده شويه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ار 2 عنده كي اللي رقمها كام؟ 2. ار 4 عنده 2 كي اللي رقمها 1 واللي رقمها 2. دايما الراوتر بيأتمت ان هو يسند رقم الكي الاقل، الكي اي دي الاقل، تمام؟ فار 1 عمال يبعت رقم كي كام؟ 1. فطالما عمال يبعت رقم كي 1 مش هيبقى نيبرز. ار 2 عنده رقم كي كام؟ 2. يجي يبعتها ار 4 هيبدا يتشك، ما حصلش ماتش مع واحد اوكي بس حصل ماتش مع 2.
فهتلاقي على طول ار 4 المفروض ان هو شايف ار 2 كنيبر، بس كل شويه الادجسنسي تقع وتقوم تقع وتقوم، في مشكله عندي. وعلشان كده رقم الكيو كاونتر هنا عند ار 4، ار 4 عمال يقتمت ان هو يبعت بكيو كام؟ واحد، وبالتالي مش قادر يبعت الاي اي جي ار بي باكس اللي عنده. وعشان كده ار 4 رقم الكيو اللي عنده ازيد، رقم الكيو اللي عنده ايه؟ كل ما يحصل عنده تشينج طبعا الاي اي جي ار بي باكس اللي هي الابديت باكس اللي هنا محبوسه هنا مش قادره ان هي تطلع. لكن رقم الباكس عند ار 2 بزيرو، ليه؟ لان احنا اتفقنا تاني ان ار 2 لما بيبعت لي رقم كي ب 2 هيحصل ماتش ما بين الاثنين دي والاثنين دي، فما فيش مشكله. طب والحل؟ يا اما تستخدم نفس رقم الكي على الاثنين، يا اما تعمل لي كي روتيشن. كي روتيشن يعني ايه؟ يعني تخلي لي مثلا كي واحد ده كان يشتغل من شهر واحد لغايه شهر ثلاثة، وكي اتنين على الاثنين على التو راوترز تخلي كي اتنين يشتغل من اول شهر اربعة لغايه وات ايفر. واضحه؟ يبقى تاني حل المشكله دي في ايه؟ يا اما توحد رقم الكي، يا اما تعمل لي كي روتيشن، يا اما تعمل لي ايه؟ كي روتيشن. رجعنا كده على الادجسنسي على الاوثنتيكيشن. طيب نقرا تاني بقى الاوبجكتيف الاول، بقى اشيل العك اللي انا عملته كده من على ار 4. كي تشين سيسكو نو كي واحد، شو اي بي اي اي جي ار بي نيبورز. رجع الكيو كاونتر هنا بكام؟ بزيرو. الدنيا كده اتظبطت وانا عارفه كده ان الدنيا تمام عندي. واضحه؟ نقرا بقى الاوبجكتيف بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. Enable authentication between all AIURB routers. حاضر. You should use two keys, two authentication keys. الكي الاولاني باسفراز سيسكو 1. حاضر. اللي هو رقم الكي يعني، او الكي اللي الكي اللي هي authenticate يعني اللي انا كتبته هنا السيسن ايه ده؟ هستخدمه ايه؟ سيسكو 1. ال accepted from ال accept lifetime midnight يعني الساعة 12 بالليل يعني 00 تمام؟ on 1 جانيوري 2011 هو البي دي افات دي، بس انا عاملاها من سنين، انا بدات اعدل فيها تاني عشان يلائم الجي ان اس الفيرجن الجديد تمام. فعشان كده بس يعني في ملفات انا اديتها لكم، في ملفات لسه لغايه بس ما ابديت كله بحيث يلاقي الجي ان اس الفيرجن الجديد تمام. انتل ميد نايت لغايه الميد نايت 25 جانيوري 2011، والسنت لايف تايم نفس التايم. في ناس بتعمل ايه؟ تخلي الاكسبت لايف تايم والسنت لايف تايم نفس القيمه. لا هو ده مش ريكومندد. امال ريكومندد لو هنشتغل صح بقى كي روتيشن نعمل ايه؟ دايما نخلي ايه فين بالظبط في انهي قيمه؟ اسنت في وقت معين واكسبت يوم زياده. ليه؟ افرض ان في حصل عندي مسماتش في التايم ما بين الاثنين، ساعتين ثلاثه فرق، ما في خلال الساعتين ثلاثه دي ممكن الادجسنسي تقع ما بين الاثنين. فعشان كده ريكومندد حل من الاثنين. الحل الاولاني ان انت تخلي الاكسبت لايف تايم ازيد بيوم، او الحل الافضل بالنسبه لي ان انت تتاكد ان الساعه سنكرونايزد على مستوى كل الراوترز. تتاكد ازاي؟ صعب ان انت تلف على الراوترز بايدك وتتاكد ان الساعه بتاعتك سنكرونايزد. امال تعمل ايه؟ خليهم يسنكرونايز من ان تي بي سيرفر نتورك تايم بروتوكول. فاكرينه ده السيرفر السيسكو راوتر اللي كنا ظبطناه يوزع الساعه تمام. فبدل ما انت تسنكرونايز الساعه بايدك، الريكومند تعمل ايه؟ تخليهم يسنكرونايزوا الساعه بتاعتهم من نتورك تايم، من نتورك تايم بروتوكول سيرفر، وخلاص كده انت حاطط رجل على رجل تمام. طيب هو هنا طبعا في الفيرجن الجديد من الجي ان اس، لو جيت على مثلا اروان وقلت له شو كلوك، بياخد الساعه من اللاب بتاعي تمام. فهنا انا عارفه ان الساعه على الراوترز كلها سنكرونايزد لانه بياخد الساعه منين؟ من الاب تمام. نظبط بقى الكلام ده. هاجي على ار 1 كيتشين، هو اداني قيمه للكيتشين ولا عادي؟ ايه ولا انت فاهم حاجه؟ لا سيسكو ده الباس فراز، يلا سيسكو دي الباس فراز اللي هو الكي سترينج اللي انا كنت كاتباها من شويه سي سي ان اي تمام. فهنا مش محدد لي اسم للكيتشين، فحطها الاسم اللي انت عايزه. شفت من غير ما انت تقول والله كنت بكتبها، شفت كده الدنيا هتفرقع في وشي بقى دلوقتي. اللاب هيفرقع في وشي اساسا. نعم الكي الاولاني الكي شباب الكي الاولاني رقم واحد الباس فراز كي سترينج
سكوان ينفع اعمل مسافه كده؟ لا اقصد يعني لو ما عملتش هناك هيحصل عندي داون في الاوسنيجيشن. تمام. طيب الاكسبت لايف تايم، تعالوا بس اظبط التايمرز دي. انا هخلي ده بدل 2011 نخليه 2016 عشان يماتش التايم اللي موجود دلوقتي على الراوترز. تمام. فنخليه من ميد نايت 1 جانيوري لغايه 25 جانيوري، والتاني السنت لايف تايم نفس القيمه، بس الكي التاني بقى هيبقى الاكسبتد من ميد نايت 25 يناير 2016 لغايه انفاينايت. احنا النهارده كام؟ في ابريل صح؟ يبقى هيماتش الكي التانيه كده. هيماتش مين يا شباب؟ الكي التانيه. ما احنا اتفقنا يا اما نفس القيمه تحطهم نفس القيمه ان انت هتبعت كي وتستقبل كي نفس القيمه، يا اما ان انت تعمل ايه تسنكرونايز الساعه عليهم كلهم. فانا عارفه ان الساعه دلوقتي على الراوترز بتاعتي كلها سنكرونايزد. تمام كده. طيب يبقى تاني الاكسبت لايف تايم من الساعه 12، دي كده الساعه 12 بالليل، لان احنا عارفين ان الراوتر بيشتغل بتوقيت 24 اورز، يعني 12 الظهر تبقى 12، 1 الظهر 13 and so on. تمام. هو عايزها من 1 جانيوري تمام 2016 لغايه كام؟ انت ممكن تحددها له بديوريشن فتره معينه، تقول له مثلا 3 شهور، ممكن تحددها له زي ما انا هعملها دلوقتي بتايم تاني من كذا لكذا. انا هخليه كله 2016. لا هخليه كله 2016 تمام، لغايه ما ابديت بس الملفات دي. اوكي. وممكن تقول له انفاينايت، لا انا هحدد اللي هو تايم معين بايدي، فاقول له مثلا لغايه الساعه 12 كام بقى؟ 25 جانيوري 2016. انا هخلي نفس قيمه الاكسبت لايف تايم هي نفسها السنت لايف تايم. ليه تاني؟ باكد ليه تاني؟ عشان انا عارفه ان الساعه سنكرونايز عندي. تمام. كتاكيد لو قلت له هنا شو كي تشين، الامر ده اكتر من رائع. احلى حاجه فيه ان هو دايما بيجيب لي الكي بتاعتي بين هاي كوتيشنز، وبالتالي لو في مسافه بشوفها. وقال لي دلوقتي ان الاكسبت لايف تايم والسند لايف تايم لو شغالين كان هيجيب لي هنا فاليد، فاليد نيو. ليه مش فاليد نيو؟ ليه الكي ده دلوقتي مش فاليد نيو؟ عشان بالظبط كده احنا النهارده في ابريل 2016 والتايم ده شغال لغايه كام؟ 25 جانيوري. تمام. نكري السلسله كمان بقى. انا كده كريت المفتاح الاولاني تحت نفس سلسله المفاتيح، هكريت الكي التاني. تمام. واقول له هنا الكي سترينج، هو طالبها هنا ايه؟ سيسكو 2. سيسكو 2. والاكسبت لايف تايم من الساعه 12 وهيسه امتى؟ من 25 جانيوري تمام 2016 لغايه هو طالبها مني انفاينايت. يبقى دي ساعتها هتماتش التوقيت اللي موجود على الراوتر بتاعي ولا لا؟ طيب واعمل نفس الكلام بس المره دي على ايه؟ السنت لايف تايم. انا كده خلصت كونفيجريشن، انا كريت سلسله المفاتيح، اعمل ايه؟ ها انزل تحت الانترفيس بتاعي واطبق سلسله المفاتيح صح. فاقول له هنا اي بي اوثنتيكيشن، اني لو عايز اطبق الكيتشين اللي على الاي اي جي ار بي اللي البروسيس نمبر بتاعها 25 اللي اسمها لا اسامه اسامه عاجبك كده اسمها اسامه تمام. طيب والمود بتاعي اللي خاص ببروتوكول الاي اي جي ار بي 24، المود بتاعي مش بيسبورت غير الام تي 5 اساسا. واو شفتوا السرعه؟ عندي مشكله. تمام. قال لي النيبر على طول بقى مين؟ داون. انا قاعده دلوقتي عند ار 2 لا بيا ولا عليا، خليه على ار 3 عشان ار 2 هيجيب لي معلومات اللي بعديه كمان. انا قاعده دلوقتي على ار 3 لا بيا ولا عليا، لقيت الدنيا وقعت، نيبر داون. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ديباج. تمام. واخدين بالكم من جريس والريستارت دي؟ جريس فور ستارت اللي هو زي ما تقولوا قتل الرحيم، هنرجع لها كمان شويه بس ركزوا في الكلمه دي عشان هنحتاجها. تمام. هاجي هنا اقول له ديباج رخامه سيسكو بقى في الاي اي جي ار بي، عندي ديباج اي اي جي ار بي وليه اوبشنز، وعندي ديباج اي اي جي ار بي وليه اوبشنز. ده ليه اوبشن
وده ليه اوبشنز مختلفه. هي سيسكو بتقول هم عملوا الحركه ايه، هستخدم انا نفسي او هستخدم باك، بس اقصد يعني سيسكو ليه عملت حركه زي دي. سيسكو بتقول ان البروتوكول بتاع الاي او جي ار بي فيه ميزه حلوه قوي، ان هو اصلا بيسبورت كل انواع الراوتد بروتوكولز. مين الراوتد بروتوكولز؟ اي بي فير. ما كلهم دلوقتي بيسبورتوا اي بي فيرجن 6 شغلوا. طب ماشي جو ساعه كده ساعه سيسكو عامل البروتوكول بتاعها ده زي ما اتفقنا بيسبورت كل الراوتد بروتوكولز. راوتد بروتوكولز زي مين؟ اي بي فيرجن 4، اي بي فيرجن 6 اللي هو كده كده كلهم بيسبورتوه، اي بي اكس، ابل توك صح؟ ما هي نوبل اي بي اكس تمام؟ تمام؟ هو خلاص البروتوكولات دي انقرضت محدش بقى بيشتغل بيها، بس برضه تعتبر ميزه قويه جدا في الاي جي ار بي مش موجوده في. فسيسكو بتقول لو انا قلت له ديباج اي بي اي او جي ار بي يبقى انا كده بركز على انهي راوتد بروتوكول الاي بي، لكن لو قلت له ديباج اي او جي ار بي على طول يبقى انا كده عايز اعمل ديباجنج لاي راوتد بروتوكول. تمام. انا عن نفسي افضل دلوقتي ان انا استخدم باكيتس. وعلى فكره طبعا الباكيتس انا عارفه ان في انواع كتيره من الباكيتس زي هيلو ابديت اكنولج كويري ريبلاي صح. ممكن اقول له هنا مثلا ركز لي على الهيلو و ومثلا الابديت، يبقى ساعتها هيعمل لي ديبوجنج لمين؟ للهيلو باكيت والابديت بس. تمام. لكن لو ما استخدمتش اوبشن كل هو كده طويل قوي. اول ما قلت له ديباج اي او جي ار بي باكيتس بصوا زي ما قلت لكم بيعمل ديباجنج لمين؟ ابديت وريكويست وكويري وريبلاي وهيلو وكله صح. حد عينه كده يلقط لي ايه المشكله؟ تيتشين مس ماتش اوثنتيكيشن اوف اور تيتشين مس ماتش يعني ايه؟ اه ميسنج سوري. ده معناه ايه؟ يعني من الاخر انا مش عامله اوثنتيكيشن تحت الانترفيس تمام، او عملت اوامر الاوثنتيكيشن بس السلسله نفسها انا مش مكريتاها، لان الكي لو اتغير هيديني اصلا ان الكي غلط. دي ليها رساله ودي ليها رساله. لو الكي هنا كان عاملاه سيسكو، لو انا عملت مثلا هنا ريد هيت مثلا، لا ساعتها الرساله بتتغير تمام. يبقى نعمل ايه هنا على الراوتر ده عشان نظبط الدنيا؟ اكرر سلسله مفاتيح. طب ايه وجع القلب ده؟ انا مش عايزه اكتب كتير. ايوه شو رانينج كونفيج السكشن بتاع الكيتشين بدل ما اضطر اكتب كتير بقى. مش هي دي كلها من اول كيتشين واتفر الاسم مش فارق معايا. هي دي ايه لازم يفرق ده اسمك ماشي تمام. كده انا طبقتهم وبعد كده انزل تحت الانترفيس اس 1 اوفر ده ار 3 يبقى اس 1 اوفر 3. برضو انا مش عايزه اكتب الاوامر يبقى اقول له ايه؟ شو رانينج على الانترفيس اس 1 اوفر 1 واخد كوبي من الاوامر دي اي بي اوثنتيكيشن بس يا باشا تمام. واجي على ار 2 نفس الكلام يا باشا. انا ما اخدتش وسام ما لازم ما اخدهاش تمام. وبعد كده انزل تحت الانترفيس اس 1 اوفر 2 وادي الاوامر بتاعتي اهي اي بي اوثنتيكيشن واضحه يا شباب كده. المفروض الادجستنسي تقوم تاني. استنى بس كده ثواني. لا ادجستنسي واحده اهي اه في التيرا ترم اه الباتي والتيرا ترم اه الهايلايت انت كده اخدت كوبي كليك يمين ديست تمام. لقيت فعلا طلع عندي اتنين ادجستنسي اهو شو اي بي اي او جي ار بي نيبرز. رجعوا تاني للدنيا ادجستنسي او الدنيا قايمه ومفيش اي مشكله.
هو طبعا بيبقى ابطا شويه من الانواع التانية، او اللي هو البوينت تو بوينت مثلا، او الايثرنت، لان التايمرز هنا بطيئه شويه. طب بالمره طالما بقى جبنا سيره التايمرز، لو انا حبيت ان انا اغير التايمرز اعمل ايه؟ التايمرز بتتغير على مستوى الانترفيس. التايمرز بتتغير على مين؟ على مستوى الانترفيس. التايمرز في الاو اس بي اف كان مست ان هي تماتش، عشان اصلا التو راوترز يبقوا نيبرز، يعني الهيلو انترفال والديد انترفال مست يبقى نفس القيمه عشان اصلا التو راوترز يبقوا نيبرز، تمام؟ انما هنا في الاي اي جي ار بي مش مست ان هي تماتش. بس تركز في حاجه، ما تجيليش مثلا على الراوتر ده ار 1 تخليه يبعت الهيلو مثلا كل، هو دلوقتي بيبعتها كل 60 ثانيه والهولد تحت 180، ما تخليش مثلا هنا الهيلو تتبعت كل 200 ثانيه، دي الهيلو، وتيجي على الراوتر اللي تحت ده تسيبه على الديفولت ان الهولد بتاعه 180، هتلاقي باستمرار ان في 20 سكند بيحصل فيها النيبر ريليشن شيب ما بينهم، او الادجسنسي ما بينهم، تقع وتقوم، تقع وتقوم، تقع 20 ثانيه وترجع بعد كده تقوم، تقع 20 ثانيه وترجع بعد كده تقوم، تمام؟ فبقدر الامكان زي ما دايما بقول لكم، لو ما فيش سبب قوي ان انت تغير التايمرز ما تلعبش فيها. حاجه كمان، التايمرز في الاو اس بي اف معناها مختلف عن التايمرز في الاي جي ار بي. التايمر في الاو اس بي اف معناه انا هستنى اسامه قد ايه، فتره قد ايه لغايه ما يرد عليا. لو ما ردش عليا في خلال التايم ده انا هعتبره داون، تمام؟ لكن في الاي جي ار بي ده انا هبعت لاسامه اقول له استناني قد كذا، لو ما ردتش عليك في خلال التايم ده اعتبرني داون. التايمر في الاي جي ار بي معناه هاو ماتش ولا هاو ميني، هاو ايه التايم، التايم يبقى ايه، هاو ماتش، لا مين يلا العدد، هاو ماتش صح، هاو ماتش شود يو ويت بيفور يو ديكلير مي داون، هتستنى قد ايه، هناخد كلنا مع بعض كورس انجليزي مش مشكله، هاو ماتش ويل يو ويت بيفور يو ديكلير مي داون، قبل ما تعتبرني داون، تمام؟ هي معلومه مش ذات قيمه قوي قوي يعني، بس عموما لو عايز تعرف قيم التايمرز دي كام، قلنا منين؟ من امر شو اي بي، اي اي جي ار بي انترفيس، مش ظاهر عندي هنا حاجة، ها مش ظاهر عندي هنا حاجة، اقول له ايه انترفيس ايه، ايوه بالمرة الامر ده بيوريني كل الانترفيسز اللي انا مشغلة عليها الاي اي جي ار بي. لو قلت له هنا ديتيل، تمام، قال لي ان اول انترفيس عندي اس 1 اوفر 1، الهيلو انترفول قيمتها 60، الهولد كذا، خلاص. بالمناسبة ايه الارقام دي؟ الاوثنتيكيشن مود، طبعا هي هنا في شويه معلومات محترمه بيقول لي الاوثنتيكيشن مود وعامله كيتشين والحوار ده، يلا يا عم اسمك منور اهو، تمام. وايه التايمرز دي، ايه لوك باك 00، ايه ده، بصوا فوق شايفين العمود ده اهو، يا قيم تحت دي، بس بالنسبه للوب 1 يعني 0 دي تحت بير، طبعا هو بالنسبه للاس 1 اوفر 1 لقى 2 بير صح، بالنسبه لللوب باك ما لقاش بير، بير الهجري لا كم نيبر، تمام. يبقى من الاخر بس يا شباب، السطر ده التايمرز ده العمود بتاعه فوق اهو، واضحه تمام. لو حبيت بقى ان انا اغير التايمرز هنزل تحت الانترفيس واغير، فهقول له اي بي، مش حافظه الامر، اي بي جي ار بي مش شغاله، ايوه، فهقول له هنا لا حافظه اي جي ار بي اللي البروسيس بتاعتي 25، وتحط القيمه زي ما انت عايزها بالسكندز، تمام. لو انت حبيت ان انت تغير الديد انترفول، ما اسموش ديد بقى هنا، اسمه الهولد تايم اللي خاص ببروتوكول اي اي جي ار بي 25، تمام، وتحط له برده قيمه بالسكندز. هنا مش موجود زي الاو اس بي اف، مش موجود اللي هي المينيمال، لو تفتكروا كان عندي اوبشن ان انا بخلي الديد ثانيه والهيلو بتتبعت كم مره في الثانيه، لا انا عندي هنا كل التايمرز عندي بالسكندز، واضحه؟ حد بقى لغايه دلوقتي في حاجه؟ تمام، حته بس صغنطوطه كده وتاخدوا بريك. لو جيت على ار 1 شو اي بي راوت، تعالى ركز في الراوتنج تيبل على الاي اي جي ار بي، اي شبكه من دول مثلا نبص عليها، مثلا شبكه الاتنينات، تمام، المترك بتاعها كام؟ 2 مليون، والقيمه دي عايزين بس نتاكد كده القيمه دي فعلا حسبها صح ولا غلط، تمام. ده كان في رقم فراكشن، اوكي، حسبها صح ولا غلط عشان اعرف معلومات عن
الراوت ده للدقه هقول له شو اي دي راوت واركز على شبكه الاثنينات. المعادله بتاعتي كانت ايه؟ المتر كان بيتحسب ازاي؟ 256 في ها 10 اس 7 على المينيمم باندويث. طب المينيمم باندويث في المسار ده بدل ما انا اقعد احسبها من الامر ده شو اي دي راوت واركز على الشبكه اللي انا عايز اوصل لها، الراجل محترم بصراحه قال لي حتى التوتال ديلي اللي انا هحتاجه دلوقتي كذا بالمايكرو سكند، المينيمم باندويث كذا، الريلابيليتي كذا، الام تي يو باي ذا واي لو انا غيرت الام تي يو في الاو اس بي اف الادجسنسي هتقع، التجاور ما بينهم هيقع ماشي، لكن الام تي يو لو انا غيرتها في الاي اي جي ار بي الادجسنسي مش هتقع. انا قلت ايه دلوقتي يا احمد؟ اللي هو ايه اللي مش هيقع؟ اركن الموبايل تاني. الام تي يو لو انتوا غيرتوها في الاو اس بي اف هيقف هي مش حكايه هيقع ومش هيقع، هي هتلاقي انبريدكتبل سيناريوز، يعني هتلاقيها ساعات بتقف عند اي اكس ستارت وتقف على كده تمام. المهم ان كنت الام تي يو في الاو اس بي اف ماست تنيتش، في الاي جي ار بي مش ماست ان هي تنيتش تمام. واللودنج كذا تمام. هو دلوقتي عايز مني المينيمم باندويث اللي هي القيمه دي، نحطها كده في المعادله. بلس سميشن للديلي على 10، سميشن للديلي يعني كام؟ يعني لغايه ده على 10 صح؟ هاخد فين فين فين؟ نحسبها بقى كده. هتطلع 10 أس 7 يساوي على 1544 يساوي شيل الكسر قبل ما تحط القيمه دي اصلا وتضربها وتجمعها على 2500 شيل الكسر، يبقى عشان ما نلخبطش نفسنا هنا يبقى 256 في لو شلنا الكسر ده هيديني كام؟ 6476 6476. الراوتنج بروتوكولز كلها ما بتتعملش بكسر تمام. جمعوا لي دي بقى كده كلير 6 4 7 6 بلس 2 5 0 0 انتر في 256 2 مليون واخرها 6 2 مليون واخرها 6 5. حد وقع مني كده في حاجه يا شباب؟ اوكي 10 دقايق بريك بالظبط. حد شطوره كده يعمل لي شاي معاه ونرجع نكمل. صوت ايه؟ اه الفيديو؟